بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم مليون هلا ومليون غلا. أنا أمينة العبدلة، رح أكون متواصلة معاكم يوميا من السبت إلى الأربعاء وعلى مدى ساعة كاملة من الواحدة إلى الثانية ظهرا من خلال عيادتكم المسموعة طبابة ألف. طبابة ألف اللي بيمتاز بمواضيع الصحية والنفسية التوعوية والتثقيفية مع نخبة من الأخصائيين والاستشاريين بجميع التخصصات وبكل مصداقية. الجديد والمميز رح تسمعونا فقط عبر موسوعتكم الطبية طبابة ألف. في اليوم رح نتكلم عن حصوات الكلى، أسبابها وطرق علاجها. أيضا مثل كل ثلاثاء ما رح نختلف، مثل كل ثلاثاء رح نقدم لكم 10 كشوفات مجانية، 10 كشوفات مجانية، أيضا خصم 30% من طبعا 10 كشوفات المجانية والخصم 30% من مستشفى مقدمة من مستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة. رح يقدموا لكم الخصم هذا 30% على كل الخدمات اللي بيقدمونها من أشعة أو تحليل وما إلى آخره. كل اللي عليكم أول 10 أشخاص رح يدزولي كلمة كشوفات رح تحصلون على الكشف المجاني والخصم 30%. دزولي اسمكم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها. للحصول على هذه الكشوفات والخصومات والمشاركة معنا اليوم بموضوع حصوات الكلى، أسبابها وطرق علاجها، للمشاركة معي عبر الاسم مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي على 640660 وزين 74662 62. أيضا تشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100. وأنا بانتظار أيضا مشاركاتكم معايا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف FM. وحول موضوع حصوات الكلى وطرق أسبابها وطرق علاجها رح يكون ضيفي لليوم الدكتور عمرو عبد التواب، دكتوراه واستشاري وأيضا رئيس قسم جراحة المسالك البولية والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة. مساك الله بالخير دكتور عمرو، حياك الله معايا بطبابة ألف. أهلا وسهلا، أهلا بك، الله يسلمك. حصوات الكلى يعني يمكن كثير بيخافون أنهم يصابون فيها، يمكن أسبابها كثيرة رح نتطرق لها إن شاء الله دكتور عمرو، لكن في البداية يعني خلينا نتكلم ليش يعني بتتكون الحصى عندنا، شنو أسبابها؟ ليه قلة الماي وأكيد شغلات ثانية يعني. صحيح كلامك مظبوط. هو بالنسبة لحصوات الكلى هذه بتتكون نتيجة خلل في البول. البول عبارة عن محلول في أملاح دايبة وفي مواد ربنا خلقها في البول عشان تمنع ترسب هذه الأملاح. لما بيحصل خلل في هذه النسب بيبتدي يحصل ترسب للأملاح هذه. فلو قلت المية في الجسم زي مثلا في الجو الحر أو وقت الصيام أو واحد بيشتغل في الحر أو مشربش مية كتير تبتدي نسبة الأملاح تعلى في البول تبتدي تترسب وتكون حصى. نعم. طب الدكتور عمرو يعني هل البول بيختلف، يعني بيختلف الشخص العادي عن الشخص اللي يكون مثلا مصاب بحصوات بالكلى، يعني بيلاحظ مثلا في الله يكرمك ويكرم السامعين يعني بيلاحظ في تغيير في لون البول؟ طبعا هو يعني ما احنا قلنا لما بتقل كميه الماء في البول بيبتدي البول يبقى لونه قاتل لونه يغمق. يصير هو طبيعي البول لونه اصفر فاتح. انما هو ده البول لو في الا في الميه بيبتدي لونه يبقى اصفر شديد. بس الموضوع ده لو استمر يبتدي يحصل تكوين حصوات، لان في كتير مرضى بيخافوا ان البول لونه اتغير. انما لو تغير البول هذا مستمر ده معناه ان بتبتدي تركيز الاملاح بيعلى فيه بفتره طويله تبتدي الحصوات تتكون مع الزمن. نعم. طيب هل في يعني مثلا احنا يمكن تحت الهواء قاعدين ندردش، انت يعني قلت لي شغله مره مهمه، قلت لنا ممكن في بعض الاطعمه تسبب حصوات الكلى، يعني هل فعلا في بعض الأطعمة ممكن تسبب حصوات الكلى؟ نعم، احنا كان زمان بيقولوا المانجا والفراولة والحاجات دي عشان الناس تحبها حيل دكتور. لا بس الحمد لله ثبت ان الموضوع ده غير صحيح. وبرضو بالنسبة لللبن والجبنة والحاجات دي برضو ثبت ان الموضوع ده غير صحيح. نعم. انما اللي فعلا اللي ثبت ان هو ليه تأثير في تكوين الحصوات الملح. الملح زيادة في الأكل. الأكل المالح بيعمل تكوين زيادة نسبة الأملاح في البول فبتعمل تكوين حصيات. كمان برضو اللي هي البقوليات والحبوب المكسرات الأشياء اللي فيها حمض البوليك بنسبة عالية دي لما بتتكون في البول بتساعد برضو على تكوين حصوات، تكون كأنها بذرة ترسب حواليها الحصوة. نعم. يعني اللي يحبون المكسرات والأشياء هذه والأشياء المملحة يقللون يحاولون يخففون منها. يخففون من هذه. نعم. طيب أبغى أعرف أيضا الأعراض اللي ممكن تصاحب الشخص ويقول أنا عندي حصوات كلى. هو طبعا أشهر عرض اللي هو المغص الكلوي. تمام. ربنا يحفظ الناس جميعا. المغص الكلوي ده بيبقى ألم في الخصر، ألم في جهة الظهر أكتر. الألم ده بيجي في أي وضع ملوش دعوة بالحركة، يعني ألم دايما الأعصاب يعني أي وقت يجي دكتور؟ في أي وقت في أي وضعية، يعني ألم مثلا الأعصاب أو ألم الظهر ليها علاقة بالحركة بالصلاة بالتوقيع كده بيزيد الألم. إنما ألم الكلى ملوش دعوة بالحركة، في أي وضع يجي
في وقت النوم، وقت حركة، أي وضع. نعم. والمريض ما يتحسنش في أي وضع، لو نعم. وعاء الألم ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يعني مع الحركة ما يحسش الألم بيتغير أو بيزيد أو بيقل. ما يحس. طب قبل ما تكمل لي الأعراض، لأن تعرف دكتور يعني المنطقة اللي أنت قلت عنها يعني ممكن يكون التهاب الزائد الدودية، البنكرياس، يعني ممكن الشخص يحس يمكن كثير من الناس راحوا سووا لهم زائدة دودية وهي مش زائدة دودية. أنا شلون يعني وين المكان بالضبط عشان أقدر أحدد؟ أنت قلت في الظهر في الخلف بيكون؟ هو كلامك صحيح فعلا، في كثير من المرضى بيقولنا على أساس ألم في الكلى ويطلع الألم قولون أو ألم أعصاب أو ألم ظهر. الألم دايما بيكون إن هو جهة الظهر من وراء بجوار العمود الفقري تمام على الجنب. الألم الكلى زي ما قلت لك أهم حاجة إن هو ما يكونش ليه مسبب واضح، إن هو بيجي بدون سبب وما بيكونش له علاقه بحركه ولا مجهود، يعني لو الحركه زودوا في اي وقت، وقت حركه، وقت نوم، وقت يجي مفاجئ تمام. وغالبا بيكون معاه بقى اعراض في البول، بيكون معاه حرجه، بيكون معاه دم في البول الله يسلمك، ممكن يكون معاه تقطيع في البول تمام. ساعات الالم بيبقى واصل بالنسبه للرجال للخصيه او للقدم او كده. نعم. طيب خليني الحين احب اسالك، يعني متى مثلا الشخص يوصل لمرحله المفروض ما يسكت، المفروض يراجع الطبيب؟ يعني هو والله اي الحقيقه المفروض اي مريض عنده الم فعلا يعني لازم يدور على سبب الالم، لان الحمد لله ربنا بيبعت لنا زي منبهات او رسائل. ابغى المنبهات، يعني مثلا ارتفاع درجات الحراره او صحيح. نعم. كلامك مظبوط، ان هذه بتبقى زي اشاره. في ساعات كثير فعلا في المرضى يقول لي انا جالي الم مثلا من 10 سنين والحمد لله خدت علاج وخف صحيح وما عملش اي اشعاعات ولا اي حاجه، ويجي بعد كده بعد 10 سنين بمشكله كبيره في الكلى او مشكله. فدايما حتى لو الالم خف مع العلاج او كده لازم برضو نبقى عارفين السبب. نعم. معرفه السبب مهمه جدا. نعم. ممكن يكون وراثي دكتور عمرو؟ لا ما في وراثي، ما في وراثي، بس هو او التاريخ العائلي زي ما بنقول يعني. لانه بس هو الفكره ان الاسره بتبقى عايشه كلها في نفس المحيط، في نفس الجو، بياكلوا نفس الاكل، بيشربوا تقريبا نفس الميه، فدوت بيبقى دايما تلاقي في الاسر ان موضوع الحصوات ده موجود في الاسره كامله. نعم. لانهم كلهم نفس الوسط. نعم. طب ممكن هو في اي سن مثلا ممكن الاطفال يجيهم، او انه مثلا في سن معينه بيكثر الاصابه فيها، يعني مثلا عقب سن الأربعين ممكن يكون اكثر؟ هو فعلا هي اكثر في سن اللي هو الشباب، سن الحركه من 30 فما فوق. الاطفال لو جالهم حصوات ده بيبقى عندهم حاجه بقى في الميتابوليزم بتاعهم، في العمليه مشكله خلقيه عندهم في الكيمياء بتاعتهم هي بتعمل تكوين الحصيات. نعم. طب خلينا نروح لاهم الجزء اللي هو طرق العلاج. عندكم في مستشفى حي الجامعه شنو طرق العلاج لتفتيت حصوات الكلى او العلاج يعني هالمشكله هذه اللي ممكن تقرق كثير من الناس؟ الحمد لله احنا عندنا في المستشفى متوفر جهاز تفتيت الحصوات، وده بيحل ازمه كبيره جدا، لان هو ناجح في نسبه كبيره من الحصوات، 90% من حصوات الكلى او الحالب ممكن بالتفتيت يخلص من الحصوه بدون عمليه وبدون جراحه. حلو. وبدون تخدير، بدون اي شيء، وبدون الم كمان. نعم. ان شاء الله. في طبعا عندنا الحمد لله متوفر المناظير، عندنا وحده مناظير كامله، في مناظير كلى ومناظير مثانه ومناظير حالب. أوكي. واجهزه تفتيت وتفتيت بالليزر، فالتفتيت الحمد لله برضو بالمناظير ده بيحل الحالات اللي هي ما تقدرش تمشي مع التفتيت الخارجي. لا بس ابي اسالك سؤال دكتور، يعني مثلا انتوا على طول حتبدا بحكايه التفتيت او المناظير، ولا اول شيء بيكون يعني مثلا بتجرب مع الدواء العلاج الدواء؟ والله حسب الحصوه وحسب وضعها وحجمها، يعني ممكن تنزل مثلا بالدواء؟ لا ممكن طبعا في حالات كتير 80% ممكن يستجيب للعلاج. يعني انا لو انها الحصوه الحمد لله صغيره في احتماليه كبيره انها تنزل، واهم شيء انها مش مسببه ضرر للمريض. نعم. يعني احنا بنخاف اهم شيء بالنسبه لنا في المسالك البوليه على الكلى. لو لقينا الكلى الحمد لله الحصوه ملهاش تاثير مباشر على الكلى، مش عامله التهاب في الكلى. نعم. مش عامله قصور في وظائف الكلى، نديها فرصه تستجيب للعلاج. انما لو في التهاب او في قصور في الوظائف ما بنستحملش نصبر على الكلى، لازم ندخل سريع. نعم. طب بالنسبه للمناظير، يمكن انا يعني بحس انه يمكن اكثر شغف الناس يعرفون الحين اللي هو المناظير. نعم. نعم. المناظير يعني هل في منها مضاعفات دكتور او ما منها مضاعفات؟ والله أولا زي ما قلت لك الحمد لله المناظير دي بقت قليله بعد التفتيت الحمد لله، تفتيت خارجي، جهاز خارجي زي جهاز الاشعه كده بينام عليه المريض، وبتيجي الضربات من بره بتكسر الحصوه. أوكي. وبتنزل. حلو. اشعاعات يعني خارجيه مو خارجية. زي المناظير من لا الفم. ما في مناظير، المناظير هذه بتحتاج هذه من الفم؟ لا مش من الفم، من مجرى البول الله يعزك. سوري. هذا بنعملها بس في الحالات ان هو لما استجابتش للتفتيت، او لو كان عنده بقى حاجه خلقيه في مجرى البول او نفس المجرى في ضيق او في شيء يحتاج ان احنا نعمل له منظار. انما في حالات الاشعه اللي قلت عليها حالات بس بالتفتيت الخارجي هذه الاشعه زي الاشعه. نعم. بس يعني مثلا تحتاج بنج او ما تحتاج، وكم فتره النقاهه؟
لا هي بيجي احنا بنعملها عندنا في العياده الخارجيه، بيجي المريض بدون تخدير بيعمل التفتيت ويجلس في المستشفى ساعتين المتابعه ويروح البيت. ساعتين بس دكتور؟ ساعتين وبعدين يروح البيت يعني يمارس حياته بشكل طبيعي. يمارس حياته بشكل طبيعي عادي جدا. نعم. طب دكتور عمرو، لو مثلا الشخص ما استجاب للعلاج عن طريق التفتيت، شو اللي بيصير؟ والله احنا بنبقى قبل التفتيت بنعملين اشعاعات ومحددين مجرى البول اخباره ايه والوظائف الكلى وامور العامه للمريض. لو ما استجابش للتفتيت بنلجا بقى للمناظير. تمام. بنخش بالمنظار من مجرى البول، بنسحب الحصوة أو بنكسرها في محلها، ولو في دي أو في أي مشكلة تانية بنعمل لها علاج. طيب وآخر شيء الجراحة، ولا الجراحة الحين ما في، ما عاد في قديم؟ الحمد لله بالضبط. الجراحة هذه الحمد لله الاحتياج لها بقى قليل جدا، حالات محدودة جدا، مرة محدودة، محدودة جدا اللي بتحتاج تدخل جراح. يعني زي إيش دكتور ممكن الجراحة؟ والله إحنا بالنسبة للجراحة لو في عنده حاجة خلقية أو في ضيق في المجرى نفسه، هذا ما استجابش للعلاج بالمناظير، فبنحتاج نعمل الجراحة في هذه الحالة. نعم. طيب احنا رح اخذ انا مسج، ولا رح اخذ مسج وبعدين رح اذكركم بارقام التواصل. بيقول عندي حصوة وسويت تفتيت قبل سنة، وبعد كده صار يجيني ألم من الجهة اليمين حتى القدم، والله يكرمكم عندي ضعف في خروج البول. ابو عصام، هو فعلا ممكن احنا من ضعفات الحصوة انه ممكن تعمل ضيق في المجرى. تمام. فهو طبعا بيحتاج يعمل شويه فحوصات، نعمل دراسه لمجرى البول نفسه ونشوف هل تاثير للحصوه انه عمل دي او شيء، انه فعلا ممكن يكون هذا مش هينفع مع دكتور تفتيت معاه، يحتاج منظار او شيء. يعني هذا ممكن بعدين ما يحتاج مع تفتيت، ممكن ما ينفع تفتيت لو هو الموضوع ما حصل فيه ديق عنده في المجرى. نعم. طيب ايضا مساء الخير، عندي املاح بالكلى ونصحني الطبيب بشرب المويه كثير، سويتها الحين بعد التبول بدقيقه تقريبا، وانت بكرامه يقول احس بالم متوسط الشدة في الجانبين. عمر من الرياض. طب احنا حنجاوب عمر بس رح نطلع فاصل. مستمعينا الكرام، اذكركم بارقام التواصل لكل اللي حابين يسألون دكتور عمرو عبد التواب، دكتورة واستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة. تشاركوا معي بإرسال أسئلتكم عبر الاسمس. أيضا مستشفى حي الجامعة بجدة مقدم لكم كشوفات مجانية، 10 كشوفات مجانية. أول أشخاص 10 أشخاص رح يرسلوا لي اسمهم الأول والأخير والمدينة اللي هم منها، رح تحصلون طبعا على كشف مجاني بالإضافة إلى خصم 30% على الخدمات اللي بيقدمونها. مشتركين الاستيسي على 84770، موبايلي على 640660، وزين 7462 62. واصل أذكركم مستمعينا الكرام أن حلقتنا اليوم عن علاج حصوات الكلى. لكل اللي بعانون من مشكلة حصوات الكلى وحابين تتخلصوا منها، حابين تطرحون أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا اليوم، أو أيضا حابين تتشاركون معنا اليوم مثل كل ثلاثاء، رح يكون معنا 10 رابحين بكشوفات مجانية وخصم بالإضافة إلى خصم 30%. 10 فائزين اليوم رح يكونون معاي، رح يحصلون على 10 كشوفات، رح يحصلون على 10 رابحين كشوفات مجانية بالإضافة إلى خصم 30% على كل الخدمات اللي بيقدمونها من أشعة أو تحليل دم وإلى آخره من مستشفى حي الجامعة بجدة. طبعا واليوم أيضا اللي حابين يستفسرون اليوم معنا ضيفنا الدكتور عمرو عبد التواب، دكتوراه واستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة. أرقام تواصلنا كالتالي: مشتركين الاستيسي على 84770، موبايلي 640660، وزين 7462 62. واللي حابين تشاركوا معنا بشكل مباشر احنا بانتظاركم على رقمنا المجاني 02 61 61 100، وتشاركوا ايضا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @@ألف ألف أفأم. طيب حقرا المسج مرة ثانية، بس خلينا ناخذ اول مشاركات فيه معنا. غيداء من حفر الباطن. غيداء الو، يا هلا والله. اهلا بك زود. اهلا فيك. اخبارك امون؟ الحمد لله حبيبه قلبي، تفضلي سؤالك يا عزيزتي. اختي انا وريت اقول انه خالي يعني من حصوه في الكلى. اوكي. وكل ما رحت يعطينا مواعيد صراحه، ودورنا بالطب الشعبي ما لقينا، فهل ينفع استعمال الطب الشعبي لحصوه في الكلى؟ تفضل دكتور. والله حضرتك بالنسبه للحصوه بيختلف، لو هي حصوه صغيره ومش مأثرة عليه ومش عامله اي ضرر ممكن بنستمر على العلاج. نعم. مسوي فيها ضرر. لا الحاله هذه ما بنحتاج، ما بنقدرش نصبر على الكلى، عشان كده ممكن تضر الكلى، فلازم تدخل سريع. نعم.
قدام العافية يا غيداء، إن شاء الله ما أشوف شر الأخبار. ها حبيبي لبيه. نعم أمينة، ودي صراحة أنا أحب بجنون صراحة، والرسالة عندنا في خطاب منقطع أما نقدر أسمعكم بعد قلبي. أمنتك أمانة أمينة، تكفون أنكم تعلون الموضوع. ابشري صراحة أطول من مرة من عيون الثنتين، بس اسمعين على دبليو أمنتك. خلاص أمنتي؟ أنا ما عندي نت والله يا أمون. خلاص ابشري عيوني تنتين حبيبتي، ولا يهمك، تمرين أمر طالما أمنتيني. طيب ناخذ محمد من مكة. أخوي محمد. نعم الله عليك إن شاء الله. تفضل يا محمد. تفضل أخوي. أبغى أكلم الدكتور. أتفضل معك، أهلا بك. يا دكتور أنا عندي عزكم الله البول، يعني مثل أبوي يمكن 3 مرات 4 مرات. نعم تفضل. طيب سؤالك يا محمد. ها؟ بس هذا السؤال؟ اي والله هذا. طيب شكرا لك اخوي محمد على المشاركه. يعني هي قليله، يعني بيقصد الظاهر دكتور عمرو ولا شلون؟ قصد ان هو البول قليل. أوكي. والله كميه البول هذه ليها علاقه بكميه السوائل اللي انت بتاخذها في تشربها. فلو هو طبيعي مع في الصيام او في الجو الحر او الواحد ما يشربش كثير، كميه البول بتقل. نعم. تمام. فهو لو في حرقه في البول او في ضعف في التيار او في الام في البطن او كده لازم يراجع طبيب. نعم. ويشرب ميه ويشوف البول هيتحسن ولا لا. صحيح. طب حرجع للمسجات، عندي املاح، هذا ما جاوبنا اللي قال عندي املاح صح. نعم. املاح بالكلى، ونصحني الطبيب بشرب المويه كثير وسويتها، يقول الحين بعد التبول بدقيقه تقريبا وانتم بكرام احس بالم متوسط الشده في الجانبين، شنو تفسيره؟ عمر من الرياض. والله بالنسبة للأملاح الموجودة على الكلى هذا لازم، أهم شيء الأملاح تكون في تحليل أملاح للدم. فيجب أنه يعمل تحليل الأملاح في الدم، يشوف الحمض البوليك. نعم. ووظائف الكلى، ويعمل تصوير على الكلى عشان نتأكد من الموضوع ما فيش حصوات أو ما فيش حاجة. نعم. أيضا إيمان من جدة تقول أنا حامل بالشهر 7 ولون البول الله يكرمك ويكرم السامعين قريب للأحمر، مع أنه بشرب موية والألم من الجنب الأيمن. هو طبعا عشان هي حامل فلازم مهم جدا تعمل تحليل للبول وتحليل وظائف كلى وتصوير على الكلى. نعم. تمام. عشان هو لو في اي التهابات في البول ده ممكن تضر الجنين وتضر الحمل. نعم. فده مهم جدا انها تشوف العلاج بسرعه. نعم. طب ايضا كاتبين ان شاء الله، ابشروا ان شاء الله. الحصوات في المراره كيف بنشيلها عبد الله؟ والله المراره دي مش تبعنا احنا، مسالك بوليه. نعم. بس ممكن بالمناظير، يعني حتى هي عندكم اكيد موجوده. موجوده يعني عندنا في المستشفى. نعم. مستشفى الجامعه الجراحه العامه يعملها بالمناظير البطن. نعم. اذا اخوي انت بجده انا انصحك انك تروح، لان ما شاء الله كل الاجهزه الحديثه موجوده عندهم. طب نرجع للمشاركات الهاتفيه. ناصر من جده، اخوي ناصر. سلام عليكم. نعم. عليكم السلام، حياك الله يا ناصر، تفضل. دكتور انا مداوم طبعا تركيا. نعم. ادام دوام طويل يعني. أوكي. قاعد على طول عندي التهاب تحت العمود الفقري، ايش ممكن استخدم؟ والله يعني هذا ممكن يكون حاجه تبع الجراحه او تبع العظام، فيعني لازم تراجع الدكتور عشان يحدد بالضبط ايش مشكله الالم عندك. نعم. تابعنا على طبابه الف ان شاء الله، راح يكون الايام القادمه فيها استشاري عظام ان شاء الله. شكرا لك اخوي، قدامك العافيه اخوي ناصر. محمد من بريده. محمد مساء الخير اختي امينه. مساء الانوار، حياك الله يا محمد وحيا الله كل مستمعينا ببريده، تفضل. الله يحييك. اهلا بك. ممكن اسال الدكتوره اختي امينه؟ اكيد بكل سرور، تفضل. مساء الخير دكتور. اهلا وسهلا، مساء النور، اهلا بك. الدكتور ابغى الاعراض المرض هذا، مرض الحصوه وطرق الوقايه منه. نعم. شكرا لك اخوي محمد. اعراضه تقدر ترجع ان شاء الله اليوم العصر تسمع الحلقه عبر اليوتيوب، تكلمنا عن اعراضه وكيف العلاج منها. ناخذ ياسر من مكه. ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا ياسر، تفضل. مساء عليك اختي مينا، مساء الدكتور. اهلا بك. تفضل. انا والله ما عندي مشارك، بس حبيت امسى عليك اختي مينا وانا من اشد المعجبين باسلوبك. الله يسلمك، كلنا من ذوقك. شكرا لك، شكرا لك اخوي. كلك ذوق. ما اطول عليكم. شكرا لك. طب اذكر مستمعينا الكرام اللي بيعانون من حصوات بالكلى، او اذا كان عندكم اي مشكله ثانيه وحابين تطرحونها على ضيفنا اليوم، ايضا لكل اللي حابين يربحون معنا زي كل ثلاثاء بيقدمونكم مستشفى حي الجامعه التابع لمجموعه أندلسية بجدة، خصومات مجانية، خصومات 30% وكشوفات مجانية. أول 10 أشخاص رح يدزوا لي اسمهم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها، رح تحصلون معايا اليوم على كشوفات مجانية 10 أشخاص، وأيضا خصم 30% على كل الخدمات اللي بيقدمونها. تشاركوا معنا عبر الاسم، اسم مشتركين الاستيسي على 84770، مشتركي موبايل على 640660، وزين 7462622. أيضا اللي حابين يطرحون أي سؤال أو استفسار على ضيفنا اليوم الدكتور عمرو عبد التواب،
دكتورة واستشاري ورئيس قسم الجراحة، جراحة المسالك البولية والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى، عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، وأيضا تشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أف أم. نرجع للمشاركات الهاتفية. محمد من جدة. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا محمد، تفضل. ايه، اقول حياك الله يا محمد، تفضل. استاذة امينة، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل. سمحت اسال بس الدكتور سؤال؟ تفضل يا فندم، تفضل. اهلا بك يا دكتور. لو سمحت، انا كنت عامل قبل كده عمليه جراحه في الجنب اليسار، عمليه حصوة على الكلى، ما كانش ينفع انها تتفتت بالمنظار، وعملت جراحه. فبعد ما عملتها حاليا دلوقتي بيجي لي الم في الجنب اليمين والجنب اليسار، ومش عارف دوت من ايه بقى. انت عملت عملية بالك قد ايه؟ انا عملتها في مصر، عملها بالظبط دلوقتي بقالي بتاع حوالي 8 شهور. فدي لسه فترة قريبة بعد العملية، لازم نعمل اشعة نتأكد ان الحصوة خلصت كلها ومفيش حصاوي تانية، ونتأكد برضو. نعم، عملت اشعة وعملت اشعة. تمام، وبنتأكد برضو ان مجرى الحالب بنفسه واسع وكويس، ونتعمل تحليل للبول نتأكد ان مفيش التهاب. نعم، عملت برضو تحليل، الحمد لله مفيش ألم في المية وكده، بس بيجي لي ألم بس في الكلى، بس في الجنب اليمين واليسار بعد احيانا، وبالذات بيجي لي لما اصحى من النوم، نايم واقوم من النوم كده. والله لو اشعتك كويسه وكل حاجتك سليمه، فممكن يكون الألم ده من حاجه تانية مش تبع الكلى. نعم، شكرا لك، قدامك العافيه يا محمد. ناخذ ابو محمد. ابو محمد، اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك يا ابو محمد. كيفك اخت امينة؟ كيف الدكتور؟ اهلا بك، تفضل اخوي الكريم. حبيت اسال سؤال، يعني هو مو سؤال، لكن حبيت ان الدكتور يعلق على الموضوع هذا. لا، في ناس او اشخاص يعني عندهم فكره ان الكحول يعني لها تاثير حلو على المجاري او المشارك البوليه على الكلى، او قلنا هذا في التصفيه او زي كذا. فحبيت لو الدكتور علق الموضوع بشكل بسيط، لان في ناس اشخاص لي يهموني، حبيت اني اكلمه بالموضوع هذا، بس حبيت ان الدكتور برضو يفيدني اكثر. نعم، شكرا لك على مداخلتك اخوي. تفضل دكتور. هو حضرتك، هو في اختلاط فعلا في المرضى. اللي بالنسبه للمشروبات اللي هي فيها الشعير، الشعير مفيد لانه مضر للبول، واي مشروبات مضره للبول مفيده للكلى. ومن افضل المشروبات للكلى بالنسبه للحصوات وكده عصير الليمون. عصير الليمون، عصير الليمون كويس. عصير الليمون، الليمون. نعم نعم. انما بالنسبه طبعا الكحوليات، هذه في ضرر على الكلى وعلى الكبد وعلى الجسم كله. نعم. فهو الخلط بيحصل من البيره اللي هي اللي فيها ماء الشعير اللي هي بدون كحول، دي ما فيهاش ضرر وما فيهاش مشكله بالنسبه. انما الكحول طبعا ضرر شديد. نعم. طيب، في معانا او اخذ، طب ناخذ فهد وبعدين حرجع المسجات. فهد هلو. اي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا والسرور ان شاء الله. انا كان سؤالي بس عن الشعير، والظاهر انكم جاوبتوا عليه الان. السؤال اهلا وسهلا. السؤال الثاني بالنسبه للاملاح، المويه التحليل، نسبه الاملاح فيها ومويه الزمزم، مويه الزمزم. وكمان في حاجات ثانيه، في تحذير انه من بعض ال المويه هذه، المويه الصحيه هذه اللي بتباع في البقالات، اوكي، يعني في ملاحظات عليها. نعم، شكرا لك يا فهد. وانا يعني من جد اشكر كل اللي بيتابعون طبابه ألف، المعلومات اللي يعني احنا بننتفع فيها وبتنفعون ايضا المستمعين. يعني كنا بنتشارك، يعني شوف الطرح الرائع، يعني كلهم بيفيدون بعض صراحه. جميل جدا فعلا. صحيح، ماي زمزم والماي اللي بالسوبر ماركت او البقاله. يلا تفضل دكتور. صحيح، بالنسبه للماي الزمزم، ماي الزمزم دي يعني فيها املاح، صحيح، بس احنا لازم نعرف ان مش كل الاملاح ضار. يعني الفوار نفسه اللي احنا بنديه للمرضى دوت عباره عن املاح، ففي املاح بتكون مفيده وفي املاح بتكون ضار. فبالنسبه لمي الزمزم او مية الصحه او مية التحليه، ما فيش مشكله كنسبه املاح فيها ان شاء الله. نعم. المشكله كلها بس بتكون في كميه الميه. فلازم احنا ننصح المرضى ان هو في الجو الحر زي اللي احنا فيه دلوقتي دوت، ان هو يشربه قد حوالي 3 لتر في اليوم، يعني اربع جوارير من الصغار. اربع جوارير من الصغار، من الصغار في اليوم. نعم. ده لو جو البارد ممكن يشرب لترين. نعم. وممكن ياخذ الميه دي في اي سوائل، في صوره اي سوائل، عصاير، شاي، اي شيء، ما فيش. نعم. طب ايش رايك بالتعليق اللي قال في ملاحظات على بعض الماء؟ يعني هذه اعتقد هيئه الغذاء والدواء بعد اصدرت فيها يعني مذكره. يعني هذا فيها فحص دوري وفيها فحوصات من جهات مسؤوله، هي بتشرف على هذا، وان شاء الله الميه هذه تكون كويسه. نعم. ناخذ ابو سامي من جده وحنجاوبه بعد الفاصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بك يا ابو سامي، سؤالك لو تكرمت. الله يحييك. لو سمحت، حابه اسال الدكتور على اللي عنده التهاب في المثانه.
اوكي. هل شرب حليب الجمل يأثر ولا عادي يعني في اي مشكله؟ ان شاء الله تسمعنا بعد الفاصل يا ابو سامي. مستمعينا الكرام رح نطلع فاصل ولكن رح نرجع نواصل معاكم. اذكركم لكل اللي حابين يطرحون اي سؤال او استفسار على ضيفنا اليوم الدكتور عمرو عبد التواب، دكتوراه واستشاري ورئيس قسم جراحه المسالك البوليه والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى. ايضا معانا اليوم مقدمين مستشفى حي الجامعه التابع لمجموعه اندلسيه بجده 10 كشوفات مجانيه بالاضافه الى خصم 30% على كل الخدمات اللي بيقدمونها. اللي حابين يحصلون على الخدمات واللي حابين يطرحون اي سؤال على ضيفنا اليوم للمشاركه معنا عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 84 7700، موبايلي على 640 660 زين 7462 62 وهاتفنا المجاني 02-61-61-100. فاصل ونواصل. وللمشاركة بالعيادة المسموعة اليوم سواء إذا كنتم بتعانون من حصوات بالكلى أو إذا كان عندكم أي مشكلة ثانية وحابين تطرحونها على ضيفنا لليوم، أيضا لكل الأخوان والخوات اللي حابين يحصلون على كشوفات مجانية بالإضافة إلى خصم 30%. اليوم أول 10 أشخاص رح تحصلون على كشوفات مجانية بالإضافة، مو بس الكشف لا، ورح يعطونكم بعد خصم 30% مقدم من مستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة. واليوم أيضا ضيفنا الدكتور عمرو عبد التواب، دكتوراه واستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى حي الجامعة. أذكركم بأرقام تواصلنا للي حابين يحصلون على هذه الكشوفات أو إذا عندهم أي سؤال حابين يطرحون على الدكتور عمرو، مشتركين الاستيسي على 84 7700، موبايلي 640 660 وزين 746 262، والمشاركة الهاتفية المجانية على 02-61-61-100. واللي حابين أيضا يتشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @@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 
بيقول اخي عمره 11 سنه اكتشفنا انه بيحمل كلى واحده. كيف ممكن نحافظ عليها؟ هو ما يلاش خالص. في هذا فعلا حاجه خلقيه موجوده عند ناس كثيرين. في ناس بتبرع برضه بالكلى, بتعيش بكلى واحده, ما بيكونش عليهم اي تاثير ولا مش اي ضرر, بيمارس حياته بصوره عاديه. اهم حاجه ان هو يحرص ان هو يتجنب المسكنات. المسكنات من اكثر الحاجات اللي بتاثر على الكلى, اللي بيستخدم مسكنات لفترات طويله ليها تاثير ضار جدا. يتحاشى برضه الاغذيه المحفوظه, المعلبات والاغذيه المحفوظه فيها حاجات تضر الكلى, فبرضه يتجنب هذه الاشياء. هذا كوقائي, وهذا الناس كلها تتجنب هذه الاشياء. في برضه مضادات حيويه بيكون لها تاثير على الكلى, وهو ان شاء الله يقدر يعيش حياه عاديه, ما عندوش اي مشاكل, كل شيء عادي خالص, ما عندوش اي مشكله. واولاده بيجون بكليتين عادي, يعني اولاده بيجوا طبيعيين ان شاء الله. لا, ويبتعد عن الاملاح الاشياء اللي مملحه. لا يعني ان شاء الله يعيش حياته عاديه, ما عندوش مشكله, ما يوسوس يعني, ما يوسوس. نعم. طيب سارونا, فديت قلبك حبيبه قلبي, مره استنست انبسطت انه اني شفت مسج حضرتك, وابشري الموضوع اللي طلبتيه انا اكيد راح اتطرق له ان شاء الله باذن الله اذا ربي يراد الاسبوع القادم. ايضا من المسجات اللي وصلتنا دكتور, عمي يعاني من حصوتين, واحدة في الكلى والثانية في الحالب, علما بأنه يعاني من حصوة الحالب مما تسبب له في انحباس في البول. أعتقد حمود الحربي, حمود الحربي, لا أعتقد, نعم. هو واضح من الرسالة أو يعني للأسف المسج أيوة ما مندس عندي, واضحة بس يبدو أنه عنده في الناحيتين حصوات. فدي من الحاجات برضو العاجلة ما نقدرش نستحمل عليها, لانه ممكن فعلا يخش في انحباس للبول لو حصل انسداد للكليتين مره واحده. فدي مهم جدا انه يراجع المستشفى عشان يحتاج علاج سريع. نعم. ايضا محمد ابراهيم من جده بيقول انا عندي حصوه نزلت الى الحالب ولا زال الالم يتفاوت, فما الحل؟ والله الحمد لله دام الحصوه نزلت الحالب فبتجيب معاه ان شاء الله. لو ما فيش فيها اي ضرر, ما فيش سخونيه, ما فيش تاثير على وظائف الكلى, ممكن يستمر على العلاج. نعم. نرجع للمشاركات الهاتفيه. معنا خالد من الرياض. اخوي خالد, هلا هلا بك, اهلا بك, تفضل اخوي الكريم. يعطيك العافيه اختي, يعطيك العافيه الدكتور, الله يسلمك. اهلا, سؤال الله يطول لي عمرك دكتور عمر. بالنسبه انا عندي حصوه 8 ملي شفتها, يقول لي دكتور الله يطول لي عمرك انها بعد يعني نازله من الكليه تقريبا حاجه بسيطه. فما ادري هل التفتيت اذا فتتها, التفتيت اثناء خروجي يسبب جرح في مجرى البول ولا ما يسبب؟ لا, هو التفتيت الحمد لله ما بيسببش جرح في مجرى البول. هي 8 ملي تعتبر كبيره شوي, فانصحك برضو تعمل التفتيت, هذا خيار موفق. بالنسبه للتفتيت بيجي دم فعلا, هذا من اثر التفتيت نفسه على الـ على الـ على الحالب, وما يضركش في شيء هذا الدم ان شاء الله, بينزل مع الحصوه وان شاء الله ما بيكونش فيه اي مشاكل ان شاء الله. سلامتك اخوي خالد, خطاك السوء ان شاء الله. ابو نو الهنوف, عفوا الهنوف من الرياض ايضا. الو. نعم, حياك الله الهنوف, تفضلي.
كيفك يا منى؟ الحمد لله حبيبة قلبي، ما شاء الله اليوم مستمعينا من عاصمتنا الحبيبة كثير ما شاء الله، تفضلي. هي أخبارك؟ تمام حبيبتي، سؤالك يا قلبي. حبيبتي أنا ما حبيت أسأل بس حبيت أسلم عليك. بعد قلبي فديتك، مشكور على الاتصال، سعدت بسمع صوتك. ناخذ محمد من الرياض أيضا. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي محمد. ممكن أسلم الدكتور؟ أكيد تفضل أخوي بكل سرور. الدكتور يعطيك العافية، أنا عندي ولدي عنده يعني تشوه خلقي في القذيل، مو موصل الماطورة لرأس الذكر. نعم يعني في النص في المنتصف. نعم نعم. هو الحالات هذه يأثر عليه يعني، والله يعني في الغالب الحالات دي ما بتأثرش على في حالات نادرة بيكون معاها ضيق في المجرى، بس هذا نادر، في الغالب ما بيكونش فيها تأثير، بس أفضل يحتاج عملية تصليح للمجرى عشان هذا بيأثر على نفسية الطفل لما يكبر. نعم، قدام العافية إن شاء الله أخوي ما يشوف شر. ناخذ وليد من الدمام. أخوي وليد السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل. ممكن كلام دكتور؟ أكيد بكل سرور، تفضل أخوي. دكتور أنا عندي تضخم في الخصية. والله يعني هذا محتاج تصوير، لأن التضخم هذا ممكن يكون في الخصية أو في الكيس اللي حوالين الخصية. صار له حوالي يمكن 8 سنوات، بس صار له أسبوع أحس بألم. ما حضرتك ده ممكن يكون ده قيلة مائية أو تضخم في الخصية نفسها. نعم. فلازم نعمل تصوير على الخصية عشان نحدد سبب التضخم إيه، وبعد كده بحتاج علاج. نعم. أيضا معنا سعود من الدمام. سعود. هلا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخوي. يعطيكم العافية جميعا، أنا سمعت كلام الدكتور ممكن؟ أكيد بكل سرور، تفضل معك. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية دكتور، أنا بسألك بخصوص عندي طلع عمرك القضيب تحت يكون فيه خصيتين، أنا ما عندي خصيتين، هذه تكون متعلقة فوق، أنا عمري الآن 25 سنة. والله فعلا هذا حالة شائعة جدا موجودة، تعلق الخصية هذا متعلقة، الخصيتين متعلقة فوق يعني الناحيتين، ولا يقولون هم يقولون لازم المفروض تكون تحت الناحيتين متعلقين ولا ناحية واحدة؟ لا الناحيتين الثنتين. والله هذا محتاج تصوير على البطن عشان نحدد مكانها، عشان لازم هذه محتاجة عملية تصليح. نعم طيب هي موجودة، هي موجودة ونحس أحس فيها أنا، بس برضو هذا إن وجودها في البطن هذا يأثر عليها، لازم تنزل هذا. نعم طيب هل ممكن هل هذا يأثر علي يعني لو أخليها أنا ما يأثر ولا حاجة؟ يأثر عليك. نعم نعم، قدامك العافية إن شاء الله أخوي سعود. ناخذ أبو محمد من الرياض أيضا. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي. يا لا دكتور، أنا صار عندي انحصار في البول، بعدها مباشرة على طول صار عندي ألم في الكلية اليمنى، ألم شديد طبعا، ما رحت للمستشفى سووا لي أشعة تحاليل قالوا عندك حصوة، وبعدين قالوا لا ما عندك، فالعموم أعطوني مسكنات، الآن انتقل الألم للكلية الثانية، فهل في إشكالية هذه أو والله وأفضل شيء في الحالات هذه نعمل أشعة مقطعية بدون صبغة، هذه بتبين الحصوة لو في حصوة، ولو ما فيش حصوة نطمننا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سويت يا دكتور ما في حصوة، قالوا آخر نتيجة ما في حصوة، سويت جميع الأشعة مقطعية وكله، فقالوا ما في حصوة، هل يعني الألام ما زالت موجودة ولكن خفيف، هل يعني راح تزول أو إنه راح تشتد أو كيف يا دكتور؟ والله لو ما فيش ممكن تكون الألام هذه نتيجة التهاب أو شيء أو ملاح أو شيء في البول، أو تكون حاجة تانية غير مسالك بولية خالص، فلنطمن الأول على تحاليلك إن شاء الله، لو كل حاجتك سليمة يبقى هذا حاجة تبع الباطنية. نعم أعطاك السوء إن شاء الله، أعطاك السوء يا أبو محمد. مستمعين الكرام كل الحابين يتشاركوا معنا، إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحونه على ضيفنا لليوم، أو أيضا إذا كنتوا حابين تربحون معنا الكشوفات المجانية اللي بيقدمونها مستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة، كل اللي عليكم ترسلوا لي كلمة كشوفات، وأيضا مو بس كشوفات، لا راح تحصلون على خصم 30%، خصم 30% على كل خدمات اللي بيقدمونها من أشعة أو تحليل وما إلى آخره. كل اللي عليكم بس تزول اسمكم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها، تشاركوا معايا بالحصول على هذه طبعا الكشوفات الرائعة، وأيضا إذا كان عندكم أي سؤال تشاركوا معايا عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84 7700، موبايل على 640660، وبالنسبة للمشتركين زين على 74 6262، واللي حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر عبر خط هاتفنا المجاني 02-61-61-100، وأيضا الهوتلاين اللي لهم الأولوية، قلونا مين ما عاد تقولين الهوتلاين اللي لهم الأولوية، راح تكونون على 70-05-7499، راح تدشون دايركت على الاستديو وتشاركوا معايا أيضا على صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أف أم.
رح اخذ SMS دكتور بيقول انا اعاني من تقطع في البول وتصدر رائحة كريهة ايضا واحس بألم شديد في مجرى البول وايضا في ضيق في مجرى البول، شو الحل؟ والله دي مشكلة شائعة فعلا، ده ممكن تكون التهاب، ممكن تكون حصى، ممكن تكون ضيق، فلازم يراجع الطبيب ويعمل فحوصات تطمن على مجرى البول. نعم، ايضا ابنتي عندها تضخم في محيط الكلى اليسار بمقدار 9 ملي من 3 سنوات، ايش ممكن ان نعمل لها خاصة ان عمرها 7 سنوات؟ ابو سلطان خطاها الشر ان شاء الله يا رب. تمام، الله يحفظها، هي شكلها بنت صغيرة عندها هذا حاجة خلقية، في حاجات خلقية بتحتاج بس متابعة، فهي لو هي بتعمل مسح زردي تدرس وظائف الكلى وبتتابع الكلى إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نرجع للمشاركات الهاتفية. وجدي من مكة المكرمة، أخوي وجدي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا وجدي. دكتور رامي، شهد الله مساكم والمستمعين، شكرا على البرنامج الجميل ده. الله يسعدك إن شاء الله يا رب، مشكور على هالكلام. الله يسعدك، عندي مداخلة واستفسار للدكتور. تفضل، أهلا بك دكتور. بالنسبة لموضوع زمزم هذه بس كان المداخلة عندي. زمزم احنا سمعنا انه الاملاح اللي فيه تدوب، فنبغى بس كان تأكد على الموضوع ده، انه في ناس في دكاترة يعني بغرش بزمزم وانت عندك مشاكل في الكلى. نعم، هذا بالنسبة للاستفسار الثاني. انا سمعتك بتقول المسكنات ممكن تسوي امراض كلى ومشاكل. عندي المدام عندها صداع نصفي شديد، بتاخذ بروفين 600 يعني زي الحلاوة، حبة حبتين في اليوم. فبس حابب أسمع، الله يسعدك، إذا في أي توجيه لها ولنا يعني. نعم، شكرا لك وسلامتها إن شاء الله المدام. شكرا، تسلم يا أخي. ألف سلام عليك. هو حضرتك بالنسبة للزمزم، هو احنا دايما مهتم بكمية السائل، بنوع السائل، يعني زمزم إن شاء الله طهور وشفاء، فأهم حاجة إنه يتناول يشرب سوائل بكمية كبيرة، هذا فيه وقاية جدا كبيرة للجسم، إنه في كمية السوائل اللي بيشربها ما بين 2-3 لتر في اليوم. بالنسبة حضرتك للمسكنات، هي فعلا المسكنات لها ضرر شديد، واستمرارها بصفة مزمنة يضر أكتر. نعم. تمام، فهي لازم لو هي زوجتك الله يسلمها تعرضها على طبيب حق أعصاب يشوف الوضع كيف، هل في علاج آخر، هل في سبب للصداع النصفي هذا، بس إن هو يقلل من استخدام المسكن. نعم أخوي، إذا تسمعني أخوي وجدي، عندك أكاونت في تويتر، أنا راح أزودك بدكتور مرة ممتاز يعني متخصص بالذات في الصداع. طيب ناخذ رجب من الدمام. رجب، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا رجب. لو سمحت يا اخت امين، انا حابه اسال الدكتور سؤال بس. اتفضل. تفضل، اهلا بك. لو سمحت يا دكتور، انا مره بنزل في البول يعني، مره انزل يعني ميه بيضاء ومره ميه صفراء. انت قصدك لون البول نفسه؟ لون البول. نعم. صحيح، هو طبيعي لون البول لونه اصفر فاتح، بس هو البول لونه بيختلف على حسب كميه السوائل في الجسم، ففي الجو الحر او في الصيام او مع المجهود الشديد. نعم. ممكن البول ينزل داكن. نعم. ومع شرب السوائل ينزل البول فاتح. نعم. اهم شيء ان موضوع ان البول داكن ما يكونش مستمر، لان الاستمرار ده معناه ان الاملاح ممكن فيها فرصه انها تتكون وتعمل حصوات. نعم، احنا رح نطلع فاصل لاستاذنك دكتور عمرو. استاذ المستمعين الكرام، اذكركم ان اليوم ضيفنا الدكتور عمرو عبد التواب. الدكتور عمرو عبد التواب دكتوراه واستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والمناظير ومركز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة، اللي بيقدمون اليوم أيضا كشف مجاني وخصم 30% على الخدمات اللي بيقدمونها. إذا تبون تربحونها تشاركوا معي عبر الاسمس، لكن رح نطلع فاصل ورح نرجع، وبعد الفاصل إن شاء الله رح أذكركم بأرقام التواصل، فأبقوا معنا. لكل اللي حابين تشاركوا معنا اليوم بالعيادة المسموح، إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار، أو حابين أيضا تربحون معنا الكشوفات المجانية اللي بيقدمونها مستشفى حي الجامعة الخاصة التابع لمجموعة أندلسية بجدة، اكتبوا لي كلمة كشوفات واسمكم الأول والأخير، ورح تربحون معي أول 10 أشخاص رح يربحون معي كشف مجاني بالإضافة إلى خصم 30%. خصم 30%. لكل أسئلتكم ولكل اللي حابين يربحون معي اليوم، تشاركوا معي عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84777 موبايلي على 64666 وزين 746262، وللمشاركة الهاتفية المجانية على 02-61-61-100، وتشاركوا أيضا معنا عبر تويتر على صفحتنا @ألف ألف أفأم. طب أنا حبدأ بتويتر المرة هذه، خليني أقلب شوي، حبدأ بتويتر دكتور. طيب صفحتنا بتويتر، تويتر خلي حرجع للSMS وبعدين حرجع لتويتر. بيقول أنا عندي حصوات بالكلى واستخدم، قلت لك دكتور الدواء، هل مفتت الحصوات؟ السؤال، هل يفتتها إلى قطع صغيرة أو مثل الرمل أم فارس؟
والله في أدوية كتير في السوق بتساعد على تفريز الحصوات، ولكن كل الأدوية هذه بتعتمد على إنه هو بيساعد على دفع البول ونزول الحصوة. تمام، فهو تفتيت الحصوات هذا له علاقة بحجم الحصوة وتكوينها، فمش كل حصوة تستجيب لعلاج، فلازم من الأول تعمل أشعة الأول تحدد نوع الحصوة، إنه بيفرق العلاج على حسب نوع الحصوة. نعم. وجدي بن محمد شكرا لك أخوي وجدي على الكلام اللي حدث كاتبة. أيضا أحد الأخوان، طيب أنا بأخذ في سؤال كان على تويتر نازل، طيب رح أرجع رح أخذ مشاركات فيه على بال ما ألاقي تويتر. طيب عبد الرحمن من سبوك، أخوي عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي الكريم. يعطيك العافية على برنامج ناجي. الله يسعدك إن شاء الله، مشكور كلك ذوق. بس أسأل الدكتور، أنا عندي ألم في الجهة اليمنى وسويت تحليل قبل فترة وقالوا عندك في نسبة دم في البول. نعم. أي نعم، وسويت أشعة بعدها ما طلع معي شيء في الأشعة، ما فيها لا حصوة ولا شيء، ما أدري شو المشكلة هذه. نعم، تفضل دكتور. ألف سلام عليك. والله وجود دم في البول دي علامة بتدي إن في مشكلة في المسالك البولية، إحنا بنحتاج نعمل أشعات كاملة بتصل الأشعة مقطعية، وبنحتاج في بعض الحالات نعمل كمان مناظير نطمن على مجرى البول. نعم، ناخذ مشاركات فيها ثانية. أبو عبد الله من الرياض. أبو عبد الله، أبو عبد الله، ألو 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 يا أبو عبد الله. طب ماكو أبو عبد الله. ناخذ شريان من جدة. أخوي شريان، وعليكم السلام، حياك الله. شكرا دكتور. أنا وحاب استفسر عن الدكتورة، عندي الواد لما يمشي مثلا تنقلب الشفة عنده بيضة، تقولي ملح حطه عليها، يعني ما أدري منها، وعنده حصاف المرارة. سلامت إن شاء الله ما يشوف شر خطا السوق. طيب هذا اللي حاب استفسرك عنه. هذا الدكتور والله زي ما حفظنك الله يسلمك، بالنسبة لحصوات المرارة هذه بيتابع مع طبيب الجراحة، بيشوف هل تحتاج عملية تحتاج شيء، وموجود في الأطباء الجراحة الحمد لله. نعم. طيب ناخذ مشاركات فيها جديدة. حامد من الدمام. حامد. نعم نعم، حياك الله يا حامد. يمكن أحاكي الدكتور؟ أكيد. أهلا بك، تفضل. كل سرور، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا عندي التهاب في المرارة، عندك خلفية عنها طبعا؟ والله هذه تبع الجراحة العامة. تمام. طيب الحصوة في المرارة يمكن تتفتت ولا ما تتفتت؟ لا والله بالنسبة لحصوات المرارة هذه بيحتاج علاج جراحي عن طريق المناظير في الجراحة. نعم. طيب شكرا لك، شكرا لك أخوي. طيب ناخذ مشاركة هاتفية ثانية، ناخذ مشاركة هاتفية. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت وطي صوت طيب. ناخذ مشاركة هاتفية. ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخوي. مساء الخير دكتور. مساء الخير أستاذ. مساك الله برضا والسرور، تفضل أخوي الكريم. الله يكرمك. أخبر اسمه أسأل الدكتور. تفضل سؤال. تفضل، أهلا بك دكتور. أنا قبل فترة العام رمضان جاني ألم في الكلى ورحت سويت كشوفات في المستشفى، قالوا لي ما عندك شيء في الحوض في الكلى. بعدها بفترة رجع لي نفس الألم، ورجعت ثاني مرة عملت كشف وطلع عندي حصوة ونزلت الحمد لله في الاسم هذا. نزلت الحصوة تحت، فبعد كده صار الآن أي مجهود أعمله بيجيني ألم في الحصوة اليمين في الكلى اليمين والكلى اليسار بعدها بفترة. نعم. طيب سؤالك على السريع أخوي. ها؟ سؤالك؟ أيوه سؤالي. الكلى الكلى نفسها تتأثر بأي عمل أعمله أنا؟ طيب تفضل دكتور. تفضل دكتور. والله بالنسبة للحصوة عندك شكلها لسه موجود زي ما تفضلت كده من كلامك، فوجودها فترة طويلة هذا يضر الكلى. يضر الكلى. يضر الكلى ضرر شديد. نعم. فلازم تراجع الطبيب تشوف الحصوة تأكد من وجودها عشان تقع لك سريع كده. نعم. أخوي سليمان من جزان، شكرا لك وشكرا على المواضيع اللي انت بتطرحها، يعني بتساهم في طبابة ألف، الله يسعدك إن شاء الله. أيضا ماجد البلوي، شكرا لك أخوي ماجد، الله يكفيكم شر الأخبار إن شاء الله يا رب. أنا جدا أيضا شاكرة تواجدك معنا اليوم دكتور عمرو، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، أهلا بك.
مستمعين الكرام اللي ما قدروا يسمعوا الحلقة اليوم أو بطريقة مباشرة، تقدرون إن شاء الله اليوم بالعصر تسمعونها عبر اليوتيوب أو أيضا عبر مفضلتي الخاصة بتويتر. رح أقول أسماء كل اللي ربحوا معنا اليوم كشف مجاني بالإضافة إلى خصم 30% مقدم من مستشفى حي الجامعة التابع لمجموعة أندلسية بجدة: صالح حسن، مازن أحمد، عبد الرحمن، محمد سيد الصبحي، علي عوض العمري، علي البيشي، سماح سيف ثابت، ميمي صالح، أحمد عوض، ومحمد إبراهيم، وأيضا نهى الجابري. أشكر كل اللي تواصلوا معايا اليوم في حلقتنا سواء عبر الـ SMS أو عبر مداخلاتكم الهاتفية وعبر أيضا صفحتنا بتويتر. إن شاء الله رح يتجدد تواصلي معاكم بمشيئة الله تعالى غدا بتمام الساعة 8 صباحا من خلال مشوارنا الصباحي صباحك ألف. إلى ذلك الوقت أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية برامج ألف ألف FM.